بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة الحدث اللي شرفتنا في شهر رمضان. عادنا عليكم باليوم والبركات. ونادي المجاهد الرياضي قمينس أقام احتفالية بمسابقة كرة القدم الرياضية باسم المرحوم محمد سليمان براوي طاف، وهذه من أولويات النادي المجاهد الرياضي. دائما كل شهر رمضان يقيم مثل هذه الدوريات. الدوري يقام، طبعا الدوري مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة باء، تضم كل مجموعة ثلاث فرق، يعني ست فرق قسمناهم مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة باء. وكل سنة وانتم طيبين، بارك الله فيك على حضوركم المتميز. مازال موتيش والله قبل الفترة حلاوتها في وسط رقاع. وين يا فوزي وين؟